الكمامة غير أنها يعني هم بنتمنى نفتك منه، كثير حتى بيستصعبوا لبسها، وفي ناس حتى بيرفضوا تماماً يلبسوها، دول عاملين لنا أزمة في المجتمع. لكن الكمامة بشكل عام بجدارة بطلت أغلب الخناقات اللي سمعنا عنها في زمن كورونا. وآخر الخناقات اللي أشعلتها الكمامة وصارت بسببها كانت تحت قبة البرلمان التشيكي، فأثناء ما كان البرلمان بيناقش طلب الحكومة تمديد حالة الطوارئ المعلن عنها في ظل تفشي الفيروس، حضر النائب المستقل لوبومير فولني بدون كمامة. هذه كانت الشرارة، لكن الخناقة ولعت فعلا لما نتكلم فولني في مايكروفونه وأساء لبقية زملائه اللي حاطين الكمامة. هنا قام رئيس البرلمان توماس هانزل ودافع عنهم وقفل مايكروفون فولني علشان يعني يسكته. الحركة استفزت فولني وخلته يعند بزيادة ويروح عند رئيس البرلمان ويأخذ مايكروفونه غصبا عنه، ومن بعدها هذا اللي صار. Takže, pane Hanzle Desítko. Pane Hanzle Desítko, takhle mě určitě neomlčíte, jasné? Já, jako volený zástupce lidu, mám právo se vyjádřit. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákalec. Jasné? Nechte mě vystoupit. Takže já jsem vás varoval.